أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم غلاف كتاب أو بحث احترافي وسهل في نفس الوقت. أهلا بكم من جديد. في البداية راح نضيف الخلفية الخاصة بالغلاف من خلال إدراج ومن ثم صورة، وطبعا راح نختار هذه الخلفية، نضغط كليك أيمن على الصورة ومن ثم التفاف النص ونختار خلف النص. راح نكبر الصورة على كبر الورقة ومن ثم طبعا إدراج صورة، وراح نختار هذه هي الصورة. راح نكبر الصورة طبعا قبل كل شيء نضغط عليها كليك أيمن ونختار خلف النص طبعا للصورة، وطبعا راح يكون مكان الصورة بهذه المنطقة. طبعا راح نضغط على الصورة كليك أيمن ونختار إرسال إلى الخلفية هذه المنطقة. جيد، الآن راح نضيف النصوص أو عنوان الكتاب من إدراج مربع نص رسم مربع نص، وراح نكتب عنوان الكتاب. راح نكبر حجم النص ونوع الخط، طبعا ممكن نصغر هذا النص بهذا الشكل، وطبعا ممكن يكون توسيط، ونختار لون أبيض للنص من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة ومخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي. جيد، الآن فقط البركان راح نخليها باللون الأصفر، وطبعا راح نضيف ظل من تنسيق تأثيرات الناس، ظل راح يكون هذا هو الظل. طبعا من الصفحة الرئيسية تباعد الأسطر راح نختار خيارات تباعد الأسطر، طبعا راح نختار 0.8 بهذا الشكل. الآن فقط راح نضيف معد البحث أو الكتاب بهذه الطريقة. مثل ما نلاحظ أصبح عندنا غلاف كتاب جميل ولطيف بنفس الوقت.